ومشاهدينا للمتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، دعني أحلل معك تصريح الرئيس الذي تابعناه الآن، ولنبدأ بالجملة اللافتة: هذا ما عملناه ولديكم القدرة على التغيير. كيف تقرأ هذه الجملة؟ هو طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا اكد ان على ما تم تنفيذه اللي شرحه طبعا رئيس مجلس الوزراء، وعرض كل ما تم خلال الفتره الماضيه خلال ال9 سنوات الماضيه على الارض. اللي انا شايفه يعني هو بكل المقاييس هو اعجاز مش انجازات، لا هي اعجاز حقيقي تم على الارض في كافه مناحي الدوله. دوله كانت متعرضه لحالة انهيار تام داخل الدولة المصرية، بنية تحتية كانت مش موجودة، في اقتتال وحالة من موجة شديدة من الإرهاب تم شنها على الدولة المصرية، بجانب الشائعات الكبيرة اللي كانت بتنفذ ضد الدولة المصرية. لكن قدرت الدولة وقدرت السياسة الحكيمة والرشيدة إنها تحقق الاستقرار داخل الدولة وتواجه الإرهاب، وفي نفس الوقت تبدأ في عملية التنمية بالتوازي مع مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية. الدولة خلال ال9 سنوات الماضية نفذت العديد من المشروعات في كل قطاعات الدولة، ما فيش قطاع جار على قطاع تاني، لا بالعكس في كل القطاعات تم تطويرها وتم تحديثها بشكل كبير جدا. يعني شفنا على مستوى المدن الجديدة، على مستوى القضاء على العشوائيات، الطرق، المحاور الجديدة اللي تم تنفيذها في مجال الصحة، القضاء على فيروس سي، القضاء على قوائم الانتظار، المستشفيات الجديدة اللي تم تنفيذها على مستوى الطاقة، تم تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في الطاقة وفي الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الرياح وخلافه، كل ده الدولة قدرت تنفذه. طبعا المشروع المهم جدا اللي تم في البداية اللي هو مشروع قناة السويس والتفاف المواطنين المصريين كلهم حوالين المشروع. إن كان هذا مقصودا، يعني الرئيس تحدث أن فكرة تجميع المصريين حول هذا المشروع كان مقصودا أولا لتجمعهم على قلب رجل واحد، وثانيا لإعادة الثقة. فكرة انعدام الثقة التي تحدث عنها الرئيس بشكل كبير أيضا، هذا له دلالة. بالطبع له دلالة، لأن كان في زي ما قلت لحضرتك في الوقت ده كان في هجمة شرسة من الشائعات، هجمة شرسة من الأكاذيب اللي كانت بتوجه ضد الدولة المصرية، وإن هذه المشروعات لن تتم وإن الدولة المصرية لن تتقدم وخلافه وكل الكلام ده. لكن قدر الشعب المصري إن هو يلتف حول هذا المشروع، قدر الشعب المصري إنه يقف قدام العالم كله ويقضي على الشائعات دي، وإن هو يحقق اللي أنا شايفه ده كان مستحيل يعني يتم تحقيقه خلال الفترة دي بالذات اللي كان فيها أزمة رهيبة داخل الدولة، وأيضا حرب على الإرهاب في الضفة الثانية في سيناء. يعني كان في مواجهة عسكرية شرسة ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية اللي كانت موجودة هناك، بجانب الشائعات اللي كانت بتبث من الخارج، بجانب ان في دول كثيره في العالم ما كانتش عايزه الدوله المصريه تتقدم، كانت عايزه تخشها في 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 مواجهة في موجة أيضا من الإرهاب وموجة من الاقتتال الداخلي زي ما حدث في دول كثيرة جنبنا. لكن قدر الشعب أن هو يقف، قدر الشعب أن هو يواجه هذه الموجة الشرسة من الشائعات وعدم الثقة. وبس عدم الثقة، هو كان بالنسبة للشائعات هو وجود عدم ثقة بين القيادة وبين الشعب، وإن الشعب ما يثقش في المشروعات القومية أو ما يتم تنفيذه على الأرض. لكن قدرت الدولة إن هي تحقق المستحيل بالتعاون مع الشعب المصري. أكيد أستاذ جميل، فيما يتعلق بعدم الثقة في المشروعات، ربما كان المثال الأبرز خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء لما تم يعني عمله من جهود من قبل الدولة في مجالات عديدة العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا التشكيك، هذه الحالة من التشكيك في هذا المشروع. رئيس مجلس الوزراء تحدث عن أن هذا الأمر كان مخطط له منذ سنوات، وأنه تم اللجوء إلى الخبراء لاختيار هذا الموقع ولنقل المركز أو الحي الحكومي لخلق حالة جديدة من الابتكار
والارتياح والإبداع لدى العاملين في الدولة. كيف تابعت ما تم استعراضه فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة ومؤثرة أيضا حولها من شائعات؟ هو طبعا يعني زي ما قال معالي دولة رئيس الوزراء ان هناك العديد من اللي هي المشروعات اللي تم التخطيط لها او التخطيط للعديد من المشروعات، وكلها وضعت في الادراج او على الغرفه خلال السنوات والعقود الماضيه، لكن في الخطه اللي هي مصر 2052 اللي تم تنفيذ كل او اغلب المشروعات اللي تمت فيها بناء على تخطيط ودراسه كامله. يعني كان في اكثر من موقع للعاصمه الاداريه الجديده، لكن بالفعل تم اختيار هذه المنطقه بناء على اسس وبناء على دراسات حقيقيه على الارض ان هي تقدر ان هي يتم نقل فيها الجهاز الحكومي للدوله بشكل كبير، لان كان في دراسه ان التوسع في القاهره التوسع شرقا، فكان التوسع شرقا ده يعني كانت العاصمه الاداريه وجودها في شرق القاهره او في المنطقه اللي هي موجوده فيها ده احسن اختيار، مع توفير كافه بقى وسائل النقل والمواصلات ووسائل السكن المناسبه للمواطنين. طبعا في شائعات كثيره ظهرت في ذلك التوقيت، ولا زالت الشائعات بتوجه ضد كل مشروع قومي كبير تم تنفيذه على ارض مصر. كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها على الارض هناك شائعات، وهناك ماكينه للشائعات تعمل بشكل يومي وبشكل اساسي ضد الدوله المصريه وضد مشروعات الدوله المصريه. لكن على الجانب الاخر الدوله بتسير في خطواتها وبتحقق نجاحاتها، وان الشعب شايف بنفسه ما يتم على الارض، يعني هو الشعب شايف ما يتم على الأرض وما تم إنجازه. وربما هذا هدف رئيسي من أهداف مؤتمر حكاية وطن الذي يستعرض ما تم عمله خلال السنوات الماضية على مدار 3 أيام. أشكرك جزيلا أستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام.